السلوكي رئيس مصر الوطني للتصرف السياسي الجهوي. هو هذا اللقاء لقاء مهم في حقيقة الأمر، يكون في إطار التشاور مع المجتمع المدني ديال مدينة فاس. هو اللي مهم في الأمر هو أن خلق تشاور حقيقي، خلق نقاش حقيقي، بدل إسقاط بعض البرامج التي لن تخدم لا الشأن العام لا الشأن المجتمع المدني لتجاهل. لذلك المجتمع المدني كما تدخلت سابقا أنه هو مجتمع غير قاصر، مجتمع مدني اللي عنده القدرات والفعالية لخدمة هذا الوطن شعبا ملكا. ولهذا أطالب أن المجتمع المدني يكون متمكن كذلك من آليات التشاور، من آليات إدمان، من المشاريع كذلك. هناك مشاريع مهمة جدا في كاين التمويل ديالها. أشكر الجريدة ديال الفاس، شكرا.